موجودين في ولاية المهدية وفي أحد المقاهي الموجودة على البحر. تعتبر قهوة سيدي سالم متنفس بتاع المدينة، متنفس الأهالي المدينة. الناس كل تجي تعمل تي جنين هنا، تعمل قهوة هنا ديريكت مو على البحر، تشوف فيها قهوة ملاف تري تري زادورابل فانتاستيك، فيف تاعها مزيانة. وهذه زادة من معالم الأثرية اللي تعتبر بالعالم الأثرية بتاع عبيد الله المهدي وبتاع الفاتميين. كما نحكيو على سقيف الكحلة، نحكيو على البلاد العربي، نحكيو على الجامع الكبير، نحكيو على المتحف الأثري، نحكيو زاد على قهوة سيدي سالم اللي عندها بعد تاريخي وعندها بعد حضاري وعندها بعد ديني. يعني سيدي سالم الأولياء والصالحين قبل، دونك فهمت هذا هو معناها. دونك هذه نعاود نقولها متنفس نتاع الأطفال الصغار جو يعملوا قهوة ويعوموا، نتاع الأهالي نتاع المدينة ونساء والعائلات، فهمت. عندها طابع تاريخي وطابع عائلي وطابع ديني، حاجة تعمل كيف، حاجة فابيلو. ماش واحد يجي للمهدية وما يعملش طلع على قهوة سيدي سالم وما يشوفش المعالم التاريخية الأثرية اللي موجودة هنا، كما قلت لك سقيف الكحلة، البلاد العربي، الشارم طابع تقليدي، طابع العتيق، طابع الأثري، فهمت. وعاداتنا وتقاليدنا وأصالتنا وعراقتنا والحضارة الفاطمية من السناجقة للفاطميين، فهمت. دونك سي تري امبورطون. علاش يقولوا لها قهوة الغار؟ سمح قهوة الغار خاطر هي كافي غروت بالفرنسية، دونك خاطر فيها برشا غيران. الماء الكورون دو وقت اللي يبدا يخدم الماريوت والماريبا، يعني المد والجزر، يعمل غيران في وسط تحت القهوة، دونك سموها قهوة الغار. توا بحكم لاسوفغارد لا ميدينا، معناها حماية الثورات والواحد، عملوا البلوكاج هذا كل باش يستحفظوا، ولا عملوا حجر لقدام وحجر لهنا باش يستحفظوا على المدينة بالضبط، باش ينقص خاطر مهدة بالسقوط قبل. دونك عملوا لها السوفغارد هذا دو لا ميدينا، عملوا لها باش يستحفظوا عليها، فهمت. ومن اللي عملوه نقص الضغط، فهمت. يعني اليوم تحتنا الماء نحن بيان سور بيان سور. هي قبل راهي هذه جزيرة، هو كان الماء يمشي يتعدى قدام سقيف الكحل، وكانت فما بوابه تطلع وتهبط بالسلسله كيما تشوف موجوده في بنزرت، كيما في التاريخ قبل، فهمت، موجوده في بنزرت. دونك بعتالي بحكم التطور والحضاره وكل الناس احنا حواها البوابه هذيك، ولات بريسك ايل السوفر سور لا بلاج دي تروا كوتي. انت مدير نزل يعني السياحه، سامحني اليوم في المهديه فما برشا سياحه داخليه واجنبيه. توا السياحه في تونس بصفه عامه قاعده تتعافى، تشبهها بمريض وقاعد يبرى بشويه بشويه، قاعد يتعافى، فهمت. دونك قاعد تتحرك بشويه بشويه. فما حاجه تري امبورطون حنا نعرزلها، وانه معناها بصفه عامه يعني الروس الاموال ومالكي النزل فما صعوبات كثيره معناها قاعدين يواجهوا فيها، لكن مالوريزمون معناها الاطراف الاخرى مش قاعدين يراعيوا في معناها، رغم الصعوبات ورغم المشاكل معناها الماديه وكل، فما معناها ما يراعيك حتى حد، فهمت، بصفه عامه ما يراعيك حتى حد. اليوم سامحني فما مثال الاصحاب معناها سواء المطاعم اللي عندهم محلات تجاريه ويستنوا في السياح، يقول لك اليوم اصحاب النزول سيطروا على السياح، يعمل لك البون في يده وكل شيء خالص من الاوتيل، ما يوصل لنا حتى شيء، لا يخرج مصروف لا حتى شيء، صحيح هذا؟ هو بون انا نحترم راي كل انسان، مي هذه معلومه غلطه على خاطر ال سي كومبليت، يعني تشوف كلامهم مش صحيح. لا مش صحيح، فما تجني شويه على القطاع السياحي. انا نعطيك ديز اكزامبل، الاول انكلوزيف راهو مربوط بال بال بالديستيناسيون الاخرين، تركيا بمصر بالاخص تركيا ومصر هما توا ما يخدموا كان الاول انكلوزيف. احنا ما نجموش نخلقوا موديل نتاعنا ديفيرون، إذا كان مش نحققوا موديل ديفيرون وكل شيء بايون في الوقت لما يجيك حد. معناتها هذيا احنا داخلين في منظومة سياحة مش مربوطة بتونس برك، مربوطة بالجهات السياحية الأخرى. معناتها ما نجمش تقرر أنت باش تنحي، كونش تقرر باش تنحي وتخدم أقل عباد وتخدم الفترة أقصر وتواجه صعوبات. بما أنكم في القطاع السياحي يحكيوا على سياح من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، علاش اليوم؟ صحيح هذا مش صحيح؟ لا اعطيني شنو المقياس باش تقول درجة ثانية وثالثة ورابعة؟ يقول لك مثال يجونا ما عندهمش برشا فلوس. يقول لك اليوم أصحاب المحلات الناس اللي متعودة بالسياحة، يقول لك مش كما السياحة متعقبل كما توا، حابين نستفسروا أكثر منه. أكيد، لأنه العالم الكل
ما يمر بصعوبات والمقدره الشرائيه نتاع السائح التونسي ولا الاجنبي ولا. واحنا توا اليوم عندنا نقص في السياحه، المشاكل نتاع روسيا الكل رجعت على السياحه التونسيه ورجعت، وقاعدين نتخبطوا معناتها اصحاب النزول قاعده تلوش في حلول، الحلول الكل مرحبا بها، المهم ان تحاول تحاول اونريديمار مشك مربوط انت وحدك، مش عندك انت موديل ايكونوميك ديفيرون، الموديل ايكونوميك نتاعك موجود في مصر وموجود في 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 المغرب وموجود في في تركيا، دونك لازمك تتبع التيار ما تنجمش. ما نجمش نبدلوا شويه؟ تنجم، لازمك الدوله تضحي وتقول اخويا اخسروا ونعوض لكم. ضحيوا ثلاث سنين ما تنحي الاول انكلوزيف، والدوله معاكم تعاونكم في الـ في الـ في, الـ في التكاليف، تعاونكم مع البنوك، مش نجم تبدل. كيفاش تبدل؟ تنجم انت في دارك اليوم توكل فيهم ثلاثه وجبات تقول لهم راهو مش ناكلوا كان مره في النهار. نجم تبدل الموديل نتاع حياتك في دارك انت؟ ما تنجمش. دونك احنا راهو ماشيين في 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 موديل اللي موجود في 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 البلدان اللي هي تتسمى تونس منافسه تونس. تقريبا ديما مركز على السياحه الساحليه، انتم كمستثمرين وفي القطاع السياحي علاش مثال ما تركزوش على البلايص المزيانه الموجوده مثل في الشمال الغربي جندوبه؟ يعني ثم بلايص مزيانه لكن مهمشه بين قوسين، وقتاش يركزوا عليها وعلاش مهمشه؟ الشمال الغربي انا بنيت اوتيل في الشمال الغربي، ولكن الوتله ما تمشي كان باللايريان، يلزم مطارات تهبط فيها برشا طيارات باش مش تعباها الوتله، مش تعباها بالكليون اللي جاي على كهربته ما يعبيش. الوتيل اللي كان ما يعمل 60 70% من افريل لاكتوبر ما يخلصش. دونك هذا الكل شعارات، ولكن في الواقع راهو فما تكلفه نتاع استثمار وفما المردوديه نتاع الاستثمار، هذا الكل ما نجموش نمشيو به بشعارات. هاو عندنا وعندنا وعندنا موجود عندنا، لكن الشمال الغربي اللي استثمر فيه القطريين عندهم برشا فلوس وينجموا يتحملوا الخساره حتى 20 سنه. المستثمر التونسي ما نجمش. ما عندوش نفس طويل. ما فماش نفس جمله. ما فماش نفس جمله. اي علاش ما فماش نفس جمله؟ 10 سنين الاخرانيين شفنا المشاكل اللي تعدت بها السياحه وتعدت بها الارهاب وعمليات الارهابيه وكل خلى المنتوج نتاعنا يضعاف بطبيعته، لانه مضروب من ربع شيره، وزيد عليه الكورونا عامين، وزيد توا حرب روسيا، قداش باش توا قداش باش المؤسسه باش تهز؟ ما عندهاش ريزيرف كبار نتاع جاو سنين باهين وخبيت، ما فماش. قهوه على البحر كيما هكا تقريبا مش في اي بلاصه تلقاها، مش في اي بلاد، حاجه ناقصه شويه دعايه وناقصة برشا دعايه. مش انا واحد من الناس عندي 20 سنه في مهديه، اليوم متعدي من هنا قلت له نقف نعملوا قهوه نشوفها المكان هذايا، وانا بيدي هاو كنت باش نقعد درج قعدت في ساعه، وانا نعشق في المنظر الخلاب هذايا. فما في قليبيا نفسها موجوده هكا الموجه تضرب فيها، في تونس عندنا انا نعرف فما قليبيا والمهديه. هذه القهوه حق القهوه ب 25 دينار. تلقاها في اللاك ب 10,000 و 12 دينار، هذه حقها ب 20 دينار. قديش القهوه؟ والله هاو قديش خلصنا؟ دبوزه ب 5,000. 5,000 كافي ودبوزه صغيره ب 5,000. معناتها اسوام معقوله جدا. يلزم شويه دعايه، يلزم شويه دعايه ويلزم. اي اما لو تولي ب 20 دينار شكون باش يخلط عليها؟ سامحني اليوم. يا هاو تنجم تخلط 20 دينار. يا في اللاك ب 10,000 و 15 دينار. يا بخلطي. خالتين على ايه ما مشوليش في الناس الكل. اي هاك الناس اللي تبقى شويه على الاقل. تي ما يلزم ما انت تقول لي خلابه، يلزم تكون سيلكتيف، يلزم لها يصور بحاجه تخرج من العادي. مش قهوه تاخذها هنا تاخذها في وسط البلاد. معناتها فما حاجات اللي معناتها معقوله الزياده في سوم القهوه ولا سوم الكوكا، ولا خاطر عن المنظر لومبلاسمون اللي صاير في البلاد وفي السياحه وصاحب النزول قاعد يقاسي وحده. تكون مش تعكعكوا؟ ها؟ كيفاش نعم؟ يعني تصور وتحت حس مس وما صورناش. لا 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 لا. الناس لما يقول لك النزول السنيه كومبلي والامور طيبه وكذا. انا كل يوم انا نثبت ونخدم هنا. شوف الشتاء تكاليفه كبيره ياسر.
إذا كان أوتيل يخدم أربع شهور ومسكر ثمانية شهور. هذه مشكلة. مشكلة كبيرة ياس. ما ينجموش الأربع شهور يقاوم لك عام كامل ويقاوم الكريديات نتاع النزل ويقاوم يقاوم الصيانة ويقاومها. الكورونا كيفاش صرفت؟ الكورونا الكورونا الحمد لله منعنا منها ما متناش. لأنه الجائحة هذه أثرت على العالم الكل وإحنا معناتها حاولنا باش نعاونوا نعاونوا الدولة حطينا حلينا النزول نتاعنا قبلنا الكورونا وقبلنا وعطينا حتى النزول بلاش كي جات الكورونا يعني بس الناس في الحجر وقت إيه وقت الحجر عطينا النزول بلاش باش قبلنا العباد اللي ما باش اللي جايين من برا باش عزلناهم وبعد قعدنا وصلنا بال حلينا النزول باش ناخذوا الحجر الاجباري ولا حجر الصحي صراحه بك قال لك لازم القهوه هوني ب 20 دينار اذا عارفك قال لك لازم القهوه ب 20 دينار لا هذا راي خاص راهو لا هو راي خاص اسمعني وكان في اسبانيا القهوه دي راهو ما تدخل الا بعد شهر ولا شهرين ريزرفاسيون كان جا فما مطعم فما اما اليوم شو باش نقول لك الوضع معناتها تاع السياحه التونسيه مازال قاعد في الريانيماسيون في الاتعافى اتعافى راهو باش يعاود السياحه ترجع تحبت لها وقت وباش تطيح فيسا معناتها حاجه باش تعاود ترجع لك وباش ترجع الدعايه ويجيو الطيارات اللي خاصه الطيارات تو معناتها ولات غاليه لتونس وزيد السوق الروسيه اللي مثل 3 ملايين ولا مليون ونص تسايح ما جاش والجزيريه ثم مليون ونص ما جاش اثروا بشكل كبير اش ولا السايح ولا من النزل اللي هات بركه تعطينا السوم تعطينا نعبي ومن بعيد تشوف اوتيل معبي يقول لك انا صور الليله قديش اليوم ما نجمش تقريبا سامحني فوق ال 100 فوق ال 120 ما بين 200 و 250 دينار معناها الليله الليله وحده لا اثنين في غرفه يعني دوبل شومبر ما بين 200 و 250 عنده عائله سامحني اه ديما فما دي بروموسيون فما ديما لي بروموسيون تاع الصغار عنده الصغير الاول بلاش ودوزيام اونفون 50% معناها فما مراعاه الحاجه دي باش تقول السعر خاطر السعر بالوقت وبالبريود وبالامبلاسمون دو لا شومبر والفورمول والدنيا كل ما نجمش نعطيك سعر تبني عليه انت تقول هاو يخدم 200 دينار ولا 150 دينار واو صحي وعبى ماش ما فماش هي الطلب بيكون على مده والمده عندها سعرها ونوع الغرفه عنده سعره والوجبات عندهم سعر يمشوا بنجومهم قلت نجوم تيب النجوم بالاربع نجوم معناتها ما فماش سعر راهو كيما تشري دبوسه ما تعرفها ب 500 فرنك ما فماش شويه على النصر باي انت مدير النزول وقريب برشا الحريف هو العارف ممكن مش بعيد شوف راهو ديما احنا كي نحكيو على النزل نحكيو مثلا نزل عالم الكراهيب في البهذيه فما ان سيستم سموه رابور كاليتي بري يعني قضيه العرض والطلب وديما رابور كاليتي ديما البري مربوط بالخدمات الفندقيه اللي نقدموا فيها فهمت كما كان يحكي سي سعيد بوجبال دونك البري موش فيكس موش فلات ريت بري موش فيكس هذا بري يخضع المده معينه والبريود بيان ديتيرميني وكل مرحله معينه عندها ثمن معين معناها فهمت وكما احنا تو مازلنا كي حلينا براتيكمون تبارك الله معناها قاعدين نخدموا الكل لكن صعوبات ديما موجوده كما كان يحكي سعيد صعوبات ديما موجوده احنا ديما نحاولوا باش نقدموا معنا خدمات فندقيه راقيه نحاولوا ديما باش نوفروا الحريف معناها الفاريتي والكاليتي لكن الكونتر بارتي تشوفوا الدنيا غلات ما فما حد شيء رخيص اليد العامله غلات لي شارج غلاو والمدخول ديما بارابور معناها اش قاعدين نقدموا في خدمات ديما يبقى معناها ميغطيش